فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المشي بين الصفوف في الصلاة جائز؟ فأحيانا هل المشي بين الصفوف في الصلاة جائز؟ فأحيانا يحتاج المعلم إلى أن يمشي بين الصفوف أمام الطلبة ليعلمهم. سترة الإمام كافية يا أخي، ما يخالف، ما يخالف المرور بين يدي الصفوف. الكلام على سترة الإمام، سترة لمن خلفه. نعم.